طيب في سؤال بيقول عايز افهم فكره اني اعمل لنفسي جدول كل شهر بغير التمرين على انهي اساس وترتيب التمرين بالنسبه لكل عضله على انهي اساس. باختصار فكره برنامج التمرين كل شهر قايمه على فكره ايه بالظبط؟ يعني من الاخر انت عايز بروجرام كامل لمده 30 يوم بالظبط؟ لا انت تشتري اونلاين بالظبط، تشتري معايا انا مش اه ما اتنين اتنين تشتري اسبوعين انا واسبوعين انا.